أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت. اليوم ضيوفي شار جابور رئيس جهاز التواصل الإعلام في حزب القوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ شار. والمحامي أنطوان نصر الله الناشط السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. اسمح لي بلش معك مما نحن فيه اليوم، ربط عضوي بين المعركة في الجنوب، بين الحرب في الجنوب ومعركة رفح وبالتالي معركة غزة. كل الجهود الدبلوماسية وكل الجهود الداخلية والخارجية تصب في إطار فصل المسارين اللبناني والفلسطيني. حزب الله ما زال رافضاً بعد 8 أشهر على انطلاق هذه الحرب. قراءتك لهذا الربط؟ يعني أول شيء الربط مرفوض، يعني ما في بعتقد لبناني عاقل بيقبل أنه يصير بالجنوب يلي عم يصير في كرمال يلي عم يصير بغزة. وإنما ردات الفعل الداخلية ومحاولة هلأ أطلق النار على حزب الله كمان ما بتفيد، بالعكس بتخليه يصير أكتر، بيصير أكتر على يلي عم يقوم فيه. بعتقد التوازن مطلوب هون ما بين رفض أولاً، ما بتصور برجع بقول في لبنان هو مع هذا الربط يلي منه مفهوم له. إذا دفاعاً عن غزة، بعتقد اليوم غزة أصبحت مع الأسف بخبر كام مع الوحشية الإسرائيلية اللي ما إلها مثيل. بعتقد إذا بعد 100 سنة رح ينكتب عن هالحرب، رح ينحكب عن وحشية اليوم ما إلها مثيل. طيب. إذا كانت بموضوع السياسي كمان ما بعرف شو هي المكسب السياسي اللي عم يحققه حزب الله من هذا الموضوع. إذا كانت بموضوع مصالحة حزب الله مع القاعدة السنية الموجودة في فلسطين وموجودة في الدول العربية والموجودة في لبنان، ولا مرة حزب الله طلع وضح هذا الموضوع. يعني بالإضافة ل أنا الربط منه موفق، حتى تبرير الحرب منه موفق من قبل حزب الله. وأنا ما برجع بقول هذا، ما بيمنع أنه تبرير الحرب غير موفق. وحضرتك عم تقول حتى ردات الفعل وإطلاق النار في هذا التوقيت على حزب الله غير مجدي. لكن يعني كيف تستطيع الضغط على حزب الله كي يفصل بين لبنان وغزة؟ أنت هلأ علماً أن لبنان تحول إلى ضحية وصار رايحة. هو كان مطلوب حدا يتحاور مع حزب الله بهذا الموضوع. بعرف أنه رح تقول أنه كل الدول العالم عم يحكوا معه، ما هو خايف من دول العالم، بس أكيد حزب الله عنده مشكلة شريكه الداخلي. اليوم ما في حزب الله يلقط البلد، حتى لو حقق أكبر انتصار بجنوب، حتى لو حقق أكبر انتصار باليمن وبسوريا وما كان، وضعية لبنان، طريقة حكم لبنان مختلفة، لأنه حزب الله جزء لا يتجزأ من الكيان اللبناني، والأفرقاء الآخرين هم جزء لا يتجزأ من الكيان اللبناني، ومجبور هذا المنتصر إذا انتصر يقعد معهم، وهو مش خسرانين لأنه هو حربه مش ضدهم. وبالتالي عنده هيدي الإشكالية حزب الله يلي ما عم يقدر يفهمها، ما عم يقدر يفسرها، ما عم يقدر يناور عليها، ما عم يقدر يحكي مع شعبه ومع الآخرين فيها. عظيم. أستاذ شار، الربط مرفوض مثل ما قلت، لكن ردود الفعل كمان غير مجدية اليوم، لأن في مبدأ الحوار غائب اليوم مثل ما قال أستاذ أنطوان. أول شيء أستاذ فادي، خلينا نبلش بالأول، يعني في بعض المحطات بالتاريخ ما لازم ننساها ولازم نضل نتذكرها، بركي يوما ما حدا بيعتبر، بس بما يعنينا نحن ما نضل نذكر فيها، لأنه هذه محطات شواز ومحطات إجرام. نحن مثل هاليوم ب7 أيار 2008 اجتاح حزب الله بيروت، وب11 أيار 2008 أيضا جرب يجتاح الجبل. هذه جريمة نكراء. حزب الله بحوار 2006 اللي عم يحكي عنه سيز أنطوان كان عم يخبر المتحاورين انه سلاحه هو سلاح للدفاع عن لبنان، وقدم مجموعة تنظيرات سياسية تثبت انه الجيش اللبناني عاجز وهو قادر وانه هو بموقع دفاعي. وهذا نحن طبعا عم نحكي بمطلع 2006. ما لحقنا وصلنا على بعد منتصف 2006 عمل هو عمل حرب على إسرائيل، تحركش بإسرائيل ودمر لبنان خلافاً للخطوط المرسومة أنذاك، ومن بعدها رجع عمل حرب على اللبنانيين، يعني اعتبر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني هو شعب عدو. هذا السلاح الذي كان عم يقول للبنانيين هو سلاح دفاع عن لبنان، استخدمه بوجه صدور اللبنانيين، واجتاح بيروت مثل ما اجتاح الجيش السوري،
مثل ما كانت موجود فيها الفلسطيني ومثل ما اجتاحها الجيش الإسرائيلي. ومن بعد 2008 عمل حرب ضد الشعب السوري، وكان عم بيقول انه فقط هو بيحارب إسرائيل، حارب الشعب اللبناني، حارب الشعب السوري بال 2011، ورجع هلا ب 28/2023 ورطنا ايضا بحرب جديده. نحن امام اشكاليه انه هناك مكون موجود في لبنان صحيح، بس ولكن ما له علاقة مشروعه منه مشروع لبناني، يستجلب الحروب على لبنان وعلى اللبنانيين. وبس لأقول للتاريخ أنه عندما تدخلت قطر، ومشكورة أنا ذاك من أجل مؤتمر الدوحة، القوات اللبنانية رفضت أنه نروح على الدوحة، وبعدين تحفظت على بيان الدوحة. لو بس ما فينا نرجع التاريخ لورا، لو بوقتها رفضنا شو كان في يعمل؟ بيحتل بيروت وبعدين بيحتل العاصمة وبعدين شو بيعمل؟ وبالتالي هو امتى كيف صارت الانتفاضة؟ كيف صارت الانتفاضة على الانتفاضة؟ بدءا من حرب تموز 2006 وصولا الى ايار 2008. انت لو بايار 2008 قلت له ما حيقعد انا وياك على الطاولة، انت غدرت فينا، انت استخدمت سلاحك بوجنا تحت عنوان السلاح دفاعا عن السلاح، ربما وصلنا لهم. يعني الحوار، هل وصلنا لهم؟ الحوار لا يجدي نفع. حوار جرب استاذ فادي، انا بقول لك اي حوار انا بدي اياه، الحوار جرب خلص. يعني ما بقى نروح على نفس، قلنا 19 سنه، يعني احنا ما عم نحكي اليوم بال2006، بال2006 ربما كان لازم تقعد على طاوله حتى تشوف خصمك لوين ممكن، شو استعداداته يوصل. بال2006 اكتشفت انه خصمك ما عنده اي استعداد، عم بيستخدم الحوار كوسيله لشراء الوقت ويروح الى مزيد من الانقلابات الوطنيه والسياسيه على الوضع اللي انت فيه. الحوار مع هذا الفريق غير مجدي، ما بتوصل معه ولا محل. هلا مش بدك اكثر من ان حرب موجودين فيها، حرب انه طحلونا طبلوا دينينا، حوار بموضوع رئاسي كل يوم رئيس بري، على بكره بتقرا نشاطات الصحف والجرايد بالتمشيات اللي بيعملها دوله رئيس بري انه الحوار يسبق انتخابات رئاسيه. طيب انه الحوار يسبق انتخابات رئاسيه اللي هو مخالف للدستور، الحوار لا يسبق حرب؟ خيطه حاور اللبنانيين انه انا رايح حرب. وبالتالي هذا الحزب يخطف القرار السياسي في لبنان، هذا الحزب يخطف لبنان ويخطف قرار الدولة اللبنانية، هذا الحزب استجلب الحروب والكوارث على لبنان واللبنانيين، هذا الحزب يأتمر بمشروع إيراني لا علاقة له بأولوياتنا كلبنانيين. ما حصل إذا ما ننسى ولن ننسى، إذا ما ننسى 2006 وحرب تموز وشو جابت ولن ننسى، عظيم. إذا ما ننسى 7 أيار وشو جابت لن ننسى. لا أعتقد بأنه حرب هذا حرب الحوار تقول بس خلصت بنقطة الحوار خلصت. تقول أنه حرب 28 ما لازم تقطع مرور الكرام، لازم يكون ما بعد غير ما قبله، مش على مستوى عظيم ما بعد غير ما قبله. بمعنى شو؟ بمعنى انه كيفك تقعد انت مع فريق سياسي اخذك على الحرب بكل بساطه. الحوار لا يجدي نفعا وهو وسيله لشراق الوقت. وحكي عمل مقاربه انه الحوار مع حزب الله لم يؤدي الى اي شيء. اليوم حضرتك عم تدعي الحوار وتنتقد الذين يطلقون النار على الحزب. أنا في عنده تجارب، مثل عم نحكي على التاريخ، خليني أرجع عظيم. بال 2005 شو صار؟ صاحب الجيش السوري من لبنان، كان حزب الله بأضعف وقت من أوقاته، صار في التحالف الرباعي يلي رجع جدد مشروعية حزب الله على أساس أنه 14 أدار يومتها، وما كان يسمى ب 14 أدار، عم تقول نحن عم نجدد هيدي الشراكة الوطنية. طلع في إلى هدف واحد هو القضاء على ميشيل عون، ما قدروا يضيدوا عليه لعدة ظاهر. نطوا بال2005 2006 من السفينة ضد حزب الله، فات عليها العماد ميشيل عون، أنع اللبنانيين أو أنع جزء من اللبنانيين أنه هذا التحالف هو تحالف استراتيجي، وبالتالي سوف ينقل المنطقة أو لبنان من مكان إلى مكان. طلع بس عنده هدف واحد، هو كيف كان هن هدفهم القضاء عليه، عنده هو هدف واحد أنه يجي هو رئيس جمهورية ويرجع يجي جبران باسيل رئيس جمهورية. لما ما اجى جبران باسيل نط كمان نص نطة من التحالف، وبالتالي اصبح حزب الله يوم لوحده او مع الثنائي الشيعي. طب السؤال، لما كنا بال2005 ليش مش يومتها؟ كيف انا بدك ياني اوصل مشال عم يحكي انطلاقا من 2006 عندما دخل، معلش، عندما دخل الجميع في حوار، وخليني بعد يعني بعد شهر يمكن تقريبا خرج حزب الله. بس تفضل رح كمل لك. بس السؤال هو كيف بدك ياني اوثق بناس انه راحوا على اساس في حوار مع حزب الله وراح يخذونا على لبنان الجديد، مثل ما بيقول زياد رحمن طلع لحم بعجين لبنان. أوكي. يعني عملوا لحم بعجين، رجعوا نطوا على الدوحه. بالدوحه
أكيد اليوم مثل ما عم يشرح الاستشار إنه كان في مهزوم ومنتصر. أنا ما كنت شايف، كنت شايف اثنين مهزومين، 14 أذار وحزب الله كان مهزوم بالداخل، لأنه مثل ما قال الاستشار وما أنا بوافق، وبعدين شو بده يعمل؟ واحتل، وبعدين شو بده يعمل؟ ما في يعمل شيء. والدليل على ذلك إنه يومتها أنت كنت طالع أو بعدها صار في أزمة الرئيس السنيورة، طب ما قدر عمل شيء. فإذا اليوم أنا في عندي نقاط قوة كتير كبيرة، وإنما استعمالها اليوم بالمفرق أو عدم إجادة استعمالها بتخلينا نحن نوصل لهون. بدك تكمل بتكمل، ما أنت كمان تحورنا مع حزب الله اليوم أستاذ أنطوان، تجبنا أنه الانتخابات عظيم أمر، بس هون بهالنقطة فضل. المسؤولية مشتركة بين حزب الله والمعارضة 100%. المسؤولية مشتركة. أول شيء خلينا بالوقائع التاريخية، أنا بشاركه بشاطره بمحل وبخالفه بمحل آخر. بال2005 طبعا القوات اللبنانية كلنا بنتذكر أنه دكتور جعجع عندما أجريت الانتخابات كان ما زال في المعتقل، يعني دكتور جعجع خرج من المعتقل كان لا يقطع شعره من دون إذنه. نعم لا يقطع شعره من دون إذنه، لا لا لا, لا. يعني بعده، بس خلينا نقول أنت كنت وقتها، يعني أنت، أنا أعطيت مثل اليوم أنه لو كانت القوات اللبنانية وزنة بال2008 وزنة بال2005 مثل وزنة اليوم، يعني وزنة نيابي حيسية وضعية، يكون أكيد اتفاق الدوحة مسار، يكون أكيد ما كنا رحنا، يكون أكيد كنا قدرنا وقفناها. بس للأسف بال2004 رح نحكي 2005 بعد شهرين، 2005 التحالف الرباعي رح نحكي بعد شهرين التحالف الرباعي. بس تصير، بس إذا إجت المنطقة تسوي مين؟ يلا يلا رح نحكي. لا 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 خليني كفي هاي. أول شيء التحالف الرباعي اسمه مسمى، شو هو التحالف الرباعي؟ قائم مع مين؟ سني شيعي زائد تيار المستقبل وزائد حزب التقدم والشراكة. لا 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 بلا لبنانية. دكتور جعجع خي كان بهديك الفترة بالمعتقل، شو كانت الفلسفة اللي عملوه؟ فلسفة اللي عملوه كان عندهم، كان عندهم حصة انتخابية. لا 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 فلسفة اللي عملوه، بمعنى على الخلفية، أنا عندي رؤية بالخلفية. فلسفة اللي عملوه إنه إحنا ما فينا نواجه سوريا وحزب الله سوا، منواجه مع المجتمع الدولي موضوع سوري، منخلي موضوع حزب الله على طاولة الحوار اللبنانية، لأنه بالآخر هذا لبناني، هداك خارج البلد مكون خارجي، وبالتالي بصفي نحن أمام أمر واقع لا يمكن لحزب الله أن ينقلب عليه. هي كانت فلسفتهم، وإذا بدنا نواجه اثنين لا أكيد سنصطدم، حزب الله بيخدنا على حرب داخلية، وبالتالي يخرج الجيش السوري من لبنان، والخطوة الثانية ننتقل إلى الحوار مع حزب الله بموضوع سلاحه. أنا بالنسبة لي بالمجتمع الدولي وبالحياة في مومنتوم، هالمومنتوم ما بتستفيد منه وما بتستفيد منه. بال2005 كيف في مومنتوم تخلص بضربة واحدة من الجيش السوري ومن سلاح حزب الله؟ افتقدناها نحن صراحة، كنا بالمعتقل، لم نكن في موقع القيادي. والبدي أقول لك يا أستاذ أنطوان، خطأ 14 أدار أنها لم تستفيد من المومنتوم. العماد عون، العماد عون خيي ارتكب صراحة جريمتين للتاريخ أستاذ أنطوان. الجريمة الأولى هي حرب التحرير، مثل حماس اليوم عملت عملية عسكرية من دون أي تعرف شو هي ردة الفعل، دمرت غزة و... استشار إن... بس 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 لا 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 حط زيحة 2005، لأنه إذا بيرجع 2005 لا لا لا. كمان بقول لك القوات وين ارتكبوا وجعجع و... بس نحن اليوم بدك يا شباب خلص بالأربع بس خلي لا لا وين بقول لك وين خلي بقول لك وينك يا أستاذ أنطوان. ما فينا نضل هنيك والله حرام يا أستاذ أنطوان، خليك معي والله حرام. هيدي بدها حديث حرب التحرير. حرب التحرير لا، رجع 2006. أنت جيت على 2006، ما أنت رجعت 2006، أنت رجعت 2006. أنا عم رجع، أنا رجعت 2005. لا باردون شوي، أنا خليت، كنا عم نحكي عن الحوار. قال ما عم بدي، يعني طب شو الحل؟ شو الحل اذا مش حوار؟ شو طب خلي فكر بدي لك شو الحل. بدي كيف الفكره؟ تفضل. ما في استاذ انطوان يقمعني لا او انا والله عليك تقمعوا الجميع، اسم الله عليك. لا ممنوع حدا. بلا بلا هلا طب خلي كفي ولا ايه شرف. حرب التحرير هي اللي كانت المدخل لسلمت منطقه حره لجميع اللبنانيين، سلمتها لحفظ الاسد. 2006 خي اوكي صار في تحالف خطا بالتحالف الرباعي، انا بالنسبه لي تحالف رباعي خطا، وكان في مومنتوم تخلص من سلاح حزب الله من جيش سوري. خي بتفز انت يلي انت عملت كل معركتك كل حيسيتك كل وضعيتك على انه بدك تحارب الميليشيات والميليشيات وكرمال المشروع الدولي، تتحالف مع ميليشيا ايرانيه بسلم وميليشيا خلفيتها ايرانيه، منشأة ايراني، عائدتها ايرانيه، سلاحها ايراني، تمويلها ايراني، مشروع ايراني. ما كمان انت بدي افترض التحالف الرباعي غلط وتحالفوا ضدهم وتحالفوا كلهم عليه، بتفز عند ايران. عم تقلي لالي؟ انا قلت لك، انا استاذ انطوان اليوم انت عم تدعي تقول ان هناك مسؤوليه مشتركه بين المعارضه وبين حزب الله وتدعو الى الحوار مع الحزب. قال لك شارل الحوار مع الحزب
هو لكسب الوقت ولم يجدي نفعا، لأن نحن معتبرين أنه لا يحترم ما يتم الاتفاق عليه في الحوار. اليوم بالأربعة وعشرين شو المطلوب اليوم بالمقلب الأول؟ هو فصل لبنان عن الفلسطيني والوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية. استفادي ما بقى نضحك اليوم، مع الأسف المسيحيين كمكون لبناني أساسي في تكوين هذا الدولة بطل موجود برا. وإذا بعد حد عم بيقول لي موجود، أنا بنصحه يقرأ أقله الكتاب ذكريات ديفيد هيل شو بيحكي عنه. طيب، والدليل على ذلك إنه اليوم لما بيجي المفادين من برا ما بيسألوا شو دورنا شو بدنا، لأنه بيعرفوا كمسيحيين. نعم أوكي. بيسألوا إنه لأن إذا بيحكوا مع جبران بده يحكي على سمير مع حفظ الألقاب، وإذا بده يحكي مع سمير بده يحكي عن جبران. مش هيدا الفكرة، عم يروح عند القوي أو هل بيعتبروه قوي، ويلي أنا من هلا عمل لك إنه هو بالداخل منه عنده هذه القوة، لأنه تركيبة لبنان تركيبة عجائبية غرائبية يلي ما بيفهمها ما بيعرف يشتغل بالسياسي. بيروح عند حزب الله لأنه أقل عنده تصور. لا هاي واحد. أول شيء مطلوب إعادة الدور. لا. لأن عنده تصور أو لأنه ماسك الورقة الجنوبية التي ما عنده تزعج. ما هو عنده تصور إنه أنا بقول لك إيه، وقف الضغط على غزة أنا بوقف بالجنوب. هاك عم يقول. ماذا بعد؟ ما بنعرف. مين؟ أوكي. أوكي. خليني. بس خليني كمل تفضل. اليوم استعادة دور المسيح مش بالحرتقات وبمؤتمرات ما إلى معنى. استعادة الدولة حتى يكون عندنا 19 أو 20 نائب على أهميتهم. على أهميته. كيف تستعيد استعادتنا بمراكز القرار يكون عندنا فكر واحد وورقة واحدة أكاتر أنا بتحديهم بكركي والقوات والطيار والأحرار والكتائب يكتبوا ورقة أكاتر. خليني بس أقول أكاتر عن السيادة يا أخي، ما بدي شيء تاني. أول شيء خلينا نوضح بس بهالنقطة ما بدنا نرجع كتير. أول شيء لما المجتمع الدولي عم بيحكي مع حزب الله ما بيحكي مع حزب الله لأنه المسيحيين غير موجودين، عم بيحكي مع حزب الله لسببين. السبب الأول أنه هو فاتح مشكل. أنت اليوم إذا هلا ظاهرين إحنا وياك من الـ MTV وفي واحد معورب قلب الشارع وعم بيعمل مشكل على الطريق، نزل تحكي معه أزعر بيع المشكل، مش راح تحكي مع القاعد على جنب. هذا فاتح مشكل لحسابه ومقرر هو يعمل حرب، وبالتالي عم يجوا يشوفوا من يمين هو عمل حرب، مش عم يفوضوا على مستقبل لبنان وعلى دستور لبنان وعلى رئاسة لبنان، عم بيشوفوا كيف أنه هالحرب ليست بين إسرائيل ولبنان، هي بين حزب الله وإسرائيل. احنا ما لنا علاقة فيها، احنا ما حدا نستشار بهذا الموضوع. وبالتالي التفاوض الدولي معه من اجل اذا بدك عدم توسيع الحرب. اثنين، من يغيب؟ ما انت اليوم لو في رئيس جمهورية موجود بأسر بعبده كل التفاوض بصير من خلاله. من يغيب موقع رئيس الجمهورية؟ هو ثنائي الشيعي لخلفيات بتبلش مذهبية لخلفية شيعية إيرانية وما بتخلص بانه ما لازم يكون في بأسر بعبده رئيس سيادي. ثلاثة، خيي في بدنا نتفق شو هو الدور المسيحي بلبنان. الدور المسيحي في لبنان تاريخيا ما لم يكن ولا مره دور سلطوي، الا اذا في حدا بده يجي يخبرنا انه دور سلطوي بنط من محل لمحل. الدور التاريخي في لبنان، دور الوطني السيادي التاريخي، هو دور اللي بده يحافظ على نهائيه الكيان اللبناني، على سياده لبنان، على استقلال لبنان، على لبنان ان يكون صله وصل بين لبنان وبين الغرب، ان يكون هل ديمقراطي حريات تنوع الى ما هنالك من امور. هذا هو اليوم. انت وامتى صار في انقلاب على المفاهيم؟ احنا كان في مثل نعطيه تاريخيا انه كل عمر اذا بدك الحاله اليساراويه او الشيوعيه داخل البيئه المسيحيه كل عمرها اقليه، كان 90% من المسيحيين 90% بهذا الخط الواضح يلي هو ضد اي شيء خارج اطار دولي ومفاهيم دولتيه. ما بعمرنا كنا لا مع النظام السوري ولا مع النظام الغيري ولا مع النظام الايراني. يلي غير هذا الواقع وتحالف مع حزب الله، أخذ بيئة مسيحية بأمه وأبوه، العماد عون كان ممثل، أخذها على خيارات بعيدة عن الخيارات التاريخية للمسيحيين. أنت عم تتصور المسيحيين عم يتحالفوا مع حزب عنده طيب دور. طيب حكينا عن تحالف يعني اللي بتعتبره خاطئ بين العماد عون والتيار، راح مع حزب بس استشار بيعمل دولة باليمن، عم بيقول بتحدى الأحزاب المسيحية مع تركي تصل إلى ورقة. ما يتحداها، ما هو تقول لك شو، هي بقصة بسيطة. بدنا نتفق المسألة اللي نحن بالنسبة لنا يا أستاذ أنطوان، نحن بالنسبة لنا المسألة منا مسألة وحدة صف، في وحدة موقف. خيي أنا بالنسبة لي إذا وحدة الموقف طب اللي أنا بدي إياها بتفق عليها مع السني والشيعي والدرزي وما بتفق مع المسيحي عنده وحدة موقف آخر، شو بدي فيه؟ بدك تسمح لي خيي المسألة بس خلي كمل لك الفكرة. بدك تسمح لي، ما أنا ما خلي كمل لك الفكرة هلا رح تحكي. ما أنا ما بحكي كتير يعني بس ماشي عباتشك. أنا عم بقول الأساس خيي وحدة الموقف. نحن ما نتفق كمسيحيين على شو؟
ما نتفق على مسيحيين اليوم مثل ما كنا متفقين بين 67 و 82 أنه المشكلة الأساسية هي في منظمة التحرير الفلسطينية، ومثل ما كنا متفقين يا أستاذ أطوان بين 90 و 2005 أن المشكلة في لبنان هي بالجيش الاحتلال السوري للبنان، نحن اليوم يجب أن نتفق أنه المشكلة الأساسية في كثير مشاكل بعد 2005 هي في سلاح حزب الله ودور حزب الله. طب إذا اتفقنا هو بيقول أنه هدف القوات أنه نحن دور المسيح الأول هو أنه لبنان وطن نهائي ككل، تمام. بس بلشت حرب غزة طلعوا ناس موتورين، أنا عم سميهم موتورين، عملوا مظاهرة هم أمام السفارة الأمريكية، بيطلع الاستاذ شارل بيقول روحوا تظاهروا بمناطقكم. ايه شو فيها؟ شو بمناطقكم؟ شو يعني؟ يعني مثلا الايوبي هن كمان تظاهروا الايوبي مش مناطقنا يعني، يعني صار في مناطق مسيحيه لو تظاهروا تنحسب بطرابلس هنيك عندهم نايب، هي منطقه مش مسيحيه يعني. هذا تبسيط. شو لا هيدا الاساس، هيدا تبسيط. لا هيدا الاساس ان خلينا نحكي نقول نحن انت بدك اياهم يتظاهروا؟ لا بدك اياهم يكسروا. انا قلت غوغائيين. بدك اياهم يكسروا. بتقول كان على الدوله تيجي تروح تاخذ، ما بتجي الدوله تاخذ، انت بدك تطلع بوجهه. بتعرف هيدا الخطاب؟ هيدي هي المشكله. لا احد المشاكل، هيدا خط طرح. خلينا نكمل، تفضل. نطلع من هالخطابات الشعبويه تنوصل ساعه مثل ما بدنا نركب الدين، مثل جره الدين، هذا خطاب مثل ما بدنا نركب جره الدين. يعني نحن بنروح اليوم على بنعمل مفاوضات مع حزب الله اذا في شيء بنسبنا. لما انتخبته، لما انتخبته ميشيل عون، لما انتخبته ميشيل عون اوكي، بناء على شو؟ إذا بقى بتطشني مرة بس خلص تفضل. طب خليك في جملته، يعني فكافي جملته. لا بدك تروح. لا أنا كثير هو بده يروح. ما بدها هالوقت، هو بده يروح. ما في يجي يخدنا على حرب ضد الشيعة لما بيقول دكتور جعجع إنه اليوم الدور المسيحي رجع. بيسألوا زميلك وليد عبود كيف رجع، بيقولوا أول شيء قبل كان في مشكل ما بين السنة والدروز والمسيحيين ضد الثنائي الشيعي، اليوم من يتزعم هذه الحالة هو المسيحي. إذا هيدا كان دورنا نحن فقط أنه نعمل نواجه الآخرين، مش نتحاور مع الآخرين ونشوف شبابنا كيف عم يهاجوا وكيف عم يفلوا. طب على أي أساس؟ بردون خلنا وضع حكي خلص حضرتك قلت عن الحوار. نعم. على أي أساس يعطوني فكرة غير الحوار؟ لا إذا لا ما بدهم يعملوا حوار شو بدهم يعملوا؟ خبرونا. خليني بس وضح النقطة. بس ما بدنا نرجع. لا 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 لا. أوكي. لا. تفضل. يعني قاطع بكبة ما فيك ما تقطعها تطلوا إياها. فهم كيف؟ إنه هو واحد بيصير إذا بدك حاطط حاله بعيد عن الكل، لو عم بقوس على الكل هيك كيف ما كان، لما كان بقلب التيار الوطني الحر كان رأس حربي هوني، لما بطل بالتيار الوطني الحر بقوس على كل العالم، لا بده يروح علينا. لا أنت بدك تروح علينا. إيه أوكي. أنا حر محل ما بدي أقوس على مين ما بدك، حر مطرح ما بدك. لأنه أنتوا فوق، يعني مثلا أنتوا أستاذ أنطوان بمعراب عندهم وقت لفارس سعيد ولا أنطوان نصر الله أكثر من حسن نصر الله. مش مزبوط الحكي، نحن عندنا مواجهة مركزية. لا لا لا، موجهتكم مركزية مع كل واحد مسيحي ضدكم. مش مزبوط. مش هون المشكل. هيدي مشكل، هيدي مشكل. عم نعرف شو هي المشكل. على كل واحد ما بيطلع على معبر معراب وبياخد البركة. مش مزبوط. أو شيء عم تروح غير محل. لا بس مش هون المشكل. انت بتقرأ سطحية الخبر. لا مش هلا بعطيك خلفيته. هلا بعطيك خلفيته. ما بدي خلفيته. روح أنا بعطيك إياها. إذا سأل الأستاذ فادي مش أعطيك إياها لإلك. أوكي. نرجع نحط القصص في محله. دكتور جعجع لما كان عم يحكي مع الأستاذ وليد عبود عم بيقول بشكل واضح إنه المسيحي كان رأس حربي بمواجهة مشروع الدويلي الفلسطيني في لبنان، المسيحي كان رأس حربي بمشروع إخراج الاحتلال السوري من لبنان، نتيجة مجموعة تطورات أدت إلى تراجع وضعية 14 أدار، رجع المسيحي رأس حربي بمواجهة مشروع إيران في لبنان. ما قال إيران. هي مالنا مشروع، هي مالنا مواجهة مع الشيعة. ما قال إيران. هي مالنا مواجهة. هيك قال. ما قال إيران. خدت ما تعلمني سؤال. ما قال إيران. هيك قال. ما قال إيران. نحن اليوم رأس حربي. ما قال إيران. أول شيء نحن لسنا في مواجهة. دكتور جعجع بأكد 100 مرة وأكدها بمؤتمر معراب الأخير وأكدها قبله. نحن لسنا في مواجهة مناطقية ولسنا في مواجهة طائفية. نحن في مواجهة وطنية. نحن في معنى قوة سياسية إلى جانبنا ونحن وياها واحد. سنية ودرزية وشيعية ومسيحية ضمن مواجهة واحدة بوجه مشروع آخر هي ذاته، وهذا المشروع الذي نواجهه اليوم يلي هو المشروع الإيراني هو ذاته المشروع الجيش السوري في لبنان والمشروع الفلسطيني بين 9 وبين 67 و 82. نحن في هذا الجو. هلا في حدا بده يجرب يقول الأمور مثل ما هو بده، هذا بيرجع له. نحن هون. طيب أستاذ أنطوان، نعم، ذكرت عن الأكاتر بين المسيحيين،
قال لك عندما يتفق المسيحيون ما هي المشكلة؟ مثل ما اتفقنا أنه كانت المشكلة فلسطينية، المشكلة الثانية سوريا، واليوم المشكلة مشكلة سلاح حزب الله. هل ممكن أن يتفق المسيحيون على ماهية المشكلة كما يعتقد القوات أنها مشكلة سلاح حزب الله؟ أول شيء الفلسطيني والسوري هن منه اللبنانيين. عظيم. وبالتالي أنت مش إشكاليتك معهم اليوم بمحاولتهم السيطرة على لبنان وهن غرباء. طيب. اليوم الشيعة حبيته ما حبيته اتفقت أنت وياه. مش الشيعة عم نحكي عن حزب الله. ليك ما لما. ليش عم تفصل؟ ليش؟ أنا ما عم تفصل. رحلك لباب دوصل. رحلك لباب دوصل. لأنه بالمجلس النواب اليوم الشيعة السنة مسكر الشيعة. طيب كله. عظيم. وليش سكرهم؟ بسبب أخطاء لبوجه. كان في ثلاث نواب أقل لو فين يخدون. كنت أنت ساعات عملت أنت وياهن معركة حقيقية مجلس النواب. ردني على الأساس. إيه بالأساس أنا عم أقول لك اليوم إذا نحن إذا المسيحيين بيتفقوا مع بعض اتفقوا هلأ مع بعض على مقاطعة سلبية ما قدروا جيب الثنائي الشيعي رئيس جمهورية صح؟ مزبوط أم ما مزبوط؟ مزبوط. مزبوط. اتفقوا ضل حزب الله داعم العماد ميشيل عون 10 سنين رجع أخذ رضا الرئيس الدكتور جعجع بعدين أخذ رضا الرئيس الحريري تقدر إجي رئيس جمهورية. لو ما أخذ رضا أو اتفاق مع راب على مساوئ كان إجي رئيس جمهورية ما كان إجي. وبالتالي اليوم ليش أنا عم بحكي عن وحدة بالعرض؟ لما أنت بتعرض عرض واحد وهدف واحد بتوصل عليه ما في حدا اليوم يغيبك. أنا هيدا كل اللي عم أقوله، أنا هيدا كل نظرية اليوم. خليني أقول نقطة أساسية. المشروع الإيراني في لبنان ممثلاً بحزب الله لا يختلف إطلاقاً عن مشروع الدويلي بين 67 و 82 أو عن مشروع الحاق لبنان بسوريا بين 90 و 2005 نفس المشروع. وأخطر وين؟ يعني البعض عم بيطلع يخبرك أنه في احتلال إيراني، في مصطلح اكتشفه ما بتطلع تبقى الأمور قدامك إذا بدك مش هيفة. بمقابلة بجريدة نداء الوطن استاذ الزين عملها مع استاذ وضاح شرارة بيعطيك المصطلح السحري يلي هو بسمي لك الاستدخال، يلي هو بيقول وما هو أخطر من الاحتلال. يعني شو؟ يعني اليوم ما فيك تقول في احتلال إيراني، ما في حرس ثوري في لبنان مثل ما كان في جيش سوري، مثل ما كان في منظمة التحرير، في حزب الله مثل ما في حزب الله في لبنان، في جيش حشد شعبي في العراق بعضو عراقيين، وفي حوثيين باليمن هو الحوثيين. بكل مكان وجد فيها مكون إيراني جزء من الثورة الدينية الإيرانية ما فيك تعمل دولة، ما في دستور، مؤسسات فارطة، الأمور مفتوحة. أوكي. وبالتالي سميها أستاذ وضح شرارة الاستدخال، يعني يؤخذ من الداخل. أوكي. يعني في عندك مكون عنده هوية لبنانية، هون خطورته، عنده هوية لبنانية بس ولكن مشروعه هو مشروع ما له علاقة بالحدود. عم يخبر أستاذ سيرج داغر مع أستاذ مارسيل غاني، عم بيقول رحنا وفد من حزب الكتائب عند حزب الله، عم نحكي معهم بالحياد، بيقولوا لنا اخي هذا الحياد بيعملوه انه اذا دوله يعني عندها نهائيه عندها سياده في دوله بدها تكون محايده عن دول اخرى، هذا حياد. نحن بالنسبه الينا عم بيقولوا لنا بالمباشر نحن ما في شيء اسمه حدود، هن مؤمنين بامه واحده وهذه الامه هي امه ولايه الفقيه، عندهم هدف متواضع اسقاط الاستكبار العالمي، اسقاط كل دول العالم من اجل تحقيق ولايه الفقيه على مساحه جغرافيه وحده في العالم، هذا هدفهم المتواضع. احنا بجزء احنا بهالمعركه، نحن امام وضعيه استدخال، ها يعني نحن نؤخذ من الداخل، وهذا الاستدخال بتشوف انت كيف حتى هذه المقارنه هون عم اقول لك وين استاذ فادي، هذا كيف بدك توجهه؟ هل بدك توجهه باسلوب كلاسيكي مثل ما واجهت جيش سوري منظمه التحرير؟ هو لا يختلف عنهم. كيف بدك توجهه؟ او بدك تشوف هون بدك تبلش تفكر كيف يجب أن تواجه هذا الاستدخال الذي يتمدد وينتشر ويدخل وبيطلع بيقول لك وبختار بيقولوا لك إنه خي ما هذا معه هوية لبنانية، شو اسمه معه هوية لبنانية، خي مش قادر أوصل معه لحل، هذا معه هوية لبنانية صحيح، وهون خطورته، هوية لبنانية بس مشروعه هو مشروع إيراني، هو جزء من ثورة إيرانية دينية لا علاقة لها بلبنان، وهي المشكلة اللي بعيشها أنا، بعيشها هو ذاته العراقي واليمني، هي ذاته والفلسطيني. في خط الطريق للمواجهة عم يحكي عن بس أنا هذا سؤالي أنا ما وصديقنا سيمون بفاضل حكي مع زميل مارسيل عم يحكي عن القيادة المسيحية الجماعية التي تنقذ المسيحيين على أبواب التسويات. قادرين يكون في قيادة جماعية مسيحية
لقيادة المسيحيين. استاذ فادي خلينا نقول على طبقتين. وحضرته اليوم عم بيصير في بعد شهرين عند المطران أبي نجم. المطران أبي نجم عمل طاولة جامع فيها القوى المسيحية، يعني قوات وتيار وكتائب وحرار، جامع فيها وشخصيات مستقلة عم يجتمعوا حتى يوصلوا لورقة مسيحية. أوكي؟ نحن اللي عم نقوله لا نقبل بورقة مسيحية. نحن نريد ورقة وطنية، لأنه بالآخر ما في شيء اسمه ثوابت مسيحية. يعني ثوابت المارونية اللي هي ثوابت الكنيسة المارونية هي ثوابت لبنانية وطنية. وبالتالي نحن نعتبر أن الثوابت المسيحية هي ثوابت لبنانية. نحن اليوم في معارضة فيها بتتظهر ب 31 نائب بالبرلمان بشكل عملي، طبعا هي أكبر خارج البرلمان، ومؤمن هذه معارضة مسيحية إسلامية. ليش أنا بدي اختصرها بخلفية؟ هل أنا وين بتحطني بالمعارضة أو بالمولات مثلا؟ نعم، وين بتحطني أنا بالمعارضة أو بالمولات؟ ما أنت بتحط حالك. لا أنت 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 كيف بتطلع لي؟ ما سؤال. أنت هلا إذا بتعرف كيف صراحة كمان. ما بعرف أنت وين اليوم. إذا بتعرف كيف أنت أنت بحسيتك آخر فترة إنه كلهم يعني كلهم. إيه كلهم يعني كلهم. إيه كلهم يعني كلهم. يعني ما أنت ما أنت قلك ليه؟ ما أنا بدي أسألك سؤال. إحنا متفقين عليك إنه أنت تعمل حركة وتيار وحزب توصل تحقق اللي بدك إياه. كلهم يعني كلهم. وعظيم أسس حركة وشي، ما هي كلهم يعني كلهم سقط. إذا سقط في شيء سقط الثورة هو هذا شعار. هو تدخلكم أنت واستغلال الثورة. هلا هذا غير موضوع نحكي فيه. سقطوا هيدا هيدي كلها انتوا سقطوا بتدخلكم فيها. هيدا طرح عدمي. لا ابدا مش عدمي، مش بتقدر تحقق طرحك بدك تحققه من خلال القوى السياسية. طرحكم عدمي لما بتيجي انت بتقول انه نحن ما بنعمل شيء الا تا نلغي ال شو اسمه الاحتلال السوري الايراني للبنان. أنا ما سميته احتلال، أنا سميته استدخال. وهو أخطر من احتلال. بس فارس سعيد الاحتلال الإيراني وهو أخطر من احتلال. بس أنا سؤالي هو الواضح، تم في اليوم هجرة شباب، في اليوم فراغات بالمؤسسات، في اليوم مشاكل طويلة عريضة، في اليوم مجلس نواب في مايسترو بيديره اسمه نبيه بري، في اليوم مليار شغلة. كيف فينا نحن نواجهون واحدة وراء الثانية؟ يعني اليوم كنا نقول انه الجبل لاقط وليد جملاط، ونحن ردونا نوابنا تقول لكم شو بنعمل بالجبل بالشوفوا علي. اليوم بين التيار والقوات عندنا والمعارضه عندهم خمسه تيار قوات وثلاثه معارضه، عندك ستة سبعة ثمانية ثمان نواب مش مقدمين مشروع للجبل لشوفوا علي. شو تيعمل مشروع شو؟ خي تيضل في ناس فوق، تيضل في ناس فوق. انت بتعرف، انت بتعرف اكثر من مشين المشروع كيف بيخلي الناس فوق المشروع. بس فسر لي تعال عارف اخبر. بس كيف طلعوا لفوق؟ كيف طلعوا لفوق؟ عم يحكي عن هواجس. كيف طلعوا قبل؟ كيف طلعوا قبل؟ صار في مصالحه. لك يا اخي قبل طلعوا لانه صار في امتداد زراعي عيان فخر الدين عم بحكي بالهجره الثانيه تبع المسيحيين. طول لي بالك شوي، طول لي بالك. اليوم ما فينا نتخلى عن الناس. نحن مشكلتنا عم نطرح نظريات كبيره. شو قلت هيدا؟ الاستدخال الايراني. ومننسى بتحفظها ومننسى اللي تحت. مين عم ينسى اللي تحت؟ ما خبرني خبرني عن مشروع واحد عملته بالجبل. بس عم يحكي عن هواجس معيشيه مصيريه، هجره شباب، شغل، بطاله. الخيار بالحياه هو اثنين. اوكي، عندك يا اما انت بتقول نحن امام امر واقع، وهي على طول موجوده بكل الشعوب بكل التاريخ. نحن امام امر واقع، العين ما فيها توجه المخرز، وبالتالي نحن امام امر واقع كبير. علينا ان نرضخ للاحتلال السوري، علينا ان نرضخ لمنطقه الدويلي، علينا ان نرضخ لمنطقه الايراني. وبالتالي خلينا ندبر وظيفه بتطالع وظيفه بالنزل في هي المنطقه. في اعمل اثنين موجود. عم بحكي مش عم بحكي عنك. في اعمل اثنين. وفي عندك شيء ثاني، شيء ثاني هو المتعلق بانه انت اذا ما فيك تحل مشاكلك بالقطعه، بدك تحل مشاكلك بجمله. يعني بالقطعه في مش معناتها بدك توازن بين اثنين. انت على طول اذا بتحلهم بالجبل المفرق، اذا بتحلهم بالمفرق يا اساس فادي، بتحل بالمفرق انه ايه وظيفه من هون وظيفه من هون، وانت عم تخسر بالجمله. انت المسيحي تيستعيد اطمئنانه بانه بده يبقى بهالبلد، بده يخلي اولاده بهذا البلد، بده استقرار، بده ازدهار. تجيب الاستقرار بده يكون في دوله. طالما دولتك مخطوفه يعني معناتها انت بخطر. يا استشار، قبل الانتخابات النيابيه كان خطابكم تخبونا بينزل الدولار، كان خطابكم تخبونا نعمل مشاريع. هلا عم تقول عايش على السوشيال ميديا؟ لا يا اخي، ما عايش على السوشيال ميديا بلا. عايش على السوشيال ميديا؟ انت وين عايش؟ نحن عم نقول تخبونا حتى يطلع دولار. لا نحن عم نقول بقدر ينزل الدولار، ينزل الدولار ويطلع دولار. يا اخي اول شيء بينزل الدولار وبيطلع الدولار هو الحكومه مش المعارضه. ما قلتوا مش النيابه. إذا جينا على الحكومة، إذا جينا على المصر من نفس الدولار ليش بالحكومة؟ خي أكيد ما هي سلطة تنفيذية. يا استشار تعال تخبرك، مش عامل إذا هيك بس تخبرك شغلي. المسيحيين
لازم يكونوا مشاركين فيه. أكيد بدنا نرجع على حكومة لازم يشاركوا بالحكومات. لازم نشارك بالدولة حتى لو ما كان عندهم قرار. نحن من 92 لل 2005 قطعنا. هل في شيء حزب مسيحي أو حتى خيمين ما كان حتى الأفراد هل قعدوا درسوا المقاطعة كانت مجدية أو غير مجدية؟ أنا بقول لك أنا قعدت درست اشتغلت على الموضوع لقيت أنه كانت غير مجدية لأنه الطبيعة تكره الفراغ تكره الفراغ. لازم نرجع على حكومة الوحدة ولازم نشارك. بس أستاذ أنطوان لازم نبقى على حكومات الوحدة الوطنية اليوم المعارضة والولايات لازم يكونوا لو بلبنان شاركين. جاوبني قبل ما اروح للبريك. رح جاوبك مع السريع. أوكي. لو في أغلبية وزنة بمجلس النواب بتروح انت على حكومة اليوم معارضة وولايات. بس هذا القانون الانتخاب بيجيب هيك توازنات توازنات. ليش انت اليوم فيك تشكل حكومة من دون الثنائي الشيعي وما عندك ولا شيعي بالمجلس النواب؟ اليوم دغري بيشيلوا لك الدستور بيقولوا لك تعال لك هذه الحكومه بتمس بالدستور لانه كمان الثنائي الشيعي تما يزعل كثير بيستعمل الدستور ساعه اللي بده وبيمسح فيه ساعه اللي بده. طيب ما زالوا هو هيك يعني ماذا كل هيك فادي فادي ما كل هيك كيف الكل هيك لما بيكون بنسبهم الدستور بيطبقوه لما بيكون ما بنسبهم ما بيطبقوه. اول شيء ارفض هذا التعميم. في فريق سياسي خاطف الدوله وفي فريق سياسي يمنع انه يكون في قرار الحرب داخل الحكومه. في فريق سياسي هو بياخذ قرار الحرب. في فريق سياسي هو فاتح الحدود من مع سوريا تهريب قد ما بدك وممنوع تسكرها وممنوع تحط ابراج مراقبه وممنوع تشغلها. وفي فريق هو الحدود مع اسرائيل هو بيعتبرها هي جزء منه. وفي فريق هو معطل انتخابات رئاسيه. وفي فريق هو ما بعطل الدستور. انا بالنسبه لي التعميم هو جريمه كبرى. فهم كيف؟ ومن يعمم هو يعمم عن قصد لأنه هو ما بده يواجه ولا يريد أن يضع نفسه في تموضع وطني خشية ربما من حزب الله أو من غيره. بينما اليوم علينا أن نقول الحقيقة. أنا أعتبر الكلام مش موجه لإلي والحقيقة لأنه بس كنت واجه هن كانوا بعضهم باليويو مش أعتبره مش لإلي. مين كان باليويو؟ ما أنا وياك على الحال هذا الكلام أنت بتعرف أنه ما بيزبط معي. مين كان باليويو؟ الناس اللي عم يحكوا هذا الحديث. مين عم يحكي الحكي؟ أنت عم تحكي أنت. كلنا سوا عنا تاريخ نضالي كلنا عنا سوا وأنت بتعرف ما فيك تعلم حبيبي لا بخاف منك ولا بخاف من السوري ولا من الإيراني. بدك تحكي الأمور مثل ما هي. عم بحكي مثل ما هي. أنا هيدا الواقع اللي شايفه. بالنسبة لإلكم أنتم من 2005 وفريق يعطل الدستور وفريق يغتصب القرار الوطني وفريق معه سلاح يمنع الدولة من استخدام سلاحها وفريق يحتل كل شيء. مش زيلك أنت نسمي الأمور مثل ما هي. مش أنت اللي بتقلي شو بدي أحكي لأنه إذا بنحكي مثل ما أنتم بدكم انتم بتستغلوا هذا الموضوع مثل ما استغلت الثوره تتركبوا بالمجلس. لم ننقلب يوما على خياراتنا. قانون واحد عم يندرس بلجنه الاداره والعدل اللي معكم ما طلع واكثر حدا ما طلع بشرفك. خلص خي بيخرج مثل ما بدك خرج حاله من كل شيء. خليني ما بحق لك توصفني اعمل لك تنتقدني بالسياسه وانت كمان نظام حدودك. كتر خير الله بيشحك مين انت نظام حدودك. لا مش مضبوط. شفناك ولا محكمتك تحطونا تحت ما مش بحدا بحط حدا في دولة. بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيوفي المحامي أنطوان نصر الله الناشط السياسي وشارل جبور رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبناني. أستاذ شارل، جبهة معارضة في معرض استفزت بعض أركان المعارضة بعض الكتل أو قوطعت من بعض الآخر. أولا لماذا؟ التوصيف هو خطأ أستاذ فادي. ما في شيء اسمه جبهة معارضة. نحن يلي صار بشكل واضح ونتحدى أي كان يقلنا أنه بالأسباب الموجبة للدعوة أو أي شيء طلع بهذا السياق. نحن عم ندعي للقاء عنوانه 17-01 لأنه بالنسبة لنا بهذه اللحظة الخطورة جاية من توسع الحرب في الجنوب. وبالتالي بالنسبة لنا أهم شيء بالدنيا إذا بتقلي أنا هلأ والله قادر أعمل مؤتمر يركب معي المجتمع الدولي ونروح على تسليم حزب الله سلاحه وهذا أقصى تمنيتنا لأنه مش ليه بسلاح حزب الله. نحن دعينا إلى مؤتمر في التوقيت يلي هو توقيت دولي بامتياز من خلال الضغط على تطبيق القرار 17-01
بهذه اللحظة شافت القوة اللبنانية لازم يصير في لقاء تحت عنوان تحت هذا العنوان ودعينا تحت هذا العنوان. بحب يجي يلي لبى أهلا وسهلا والملبى حرب يلبى. لكن يؤخذ عليكم أنكم لم تنسقوا مع كتل معارضة. كيف؟ يؤخذ عليكم أنهم لم تنسق. أنا بدي أسألك يعني سؤال. أستاذ مروان حمادي مثلاً نحن ما عندنا مشكلة بالمبدأ. خليني أسألك سؤال. نحن عندنا مشكلة بالجغرافيا. يا أستاذ فادي. والشخص هيك مثل ما هي. خليني أكد أول شيء. اليوم يمكن حزب الكتائب يطلع يعمل مؤتمر على 15-59. نحن منلبي دعوة حزب الكتائب. يمكن حدا تاني مثل ما قال دكتور مصطفى علوش إنه هو بيشوف دكتور علوش إنه لازم ينعقد المؤتمر بهذا التوقيت حول عنوان الاحتلال الإيراني. ويكون مكانهم بيشبه معرض خي عمول يا دكتور علوش يا خي لحظة عمول يا دكتور علوش المؤتمر اللي بدك إياه بالعنوان اللي بدك إياه بالمكان اللي بدك إياه خي حر نحن قررنا خي نعمل مؤتمر بمعرض وعمل مؤتمر تحت العنوان فلات لو أنت عم لو أنا عم أقول لك أنا بدي أعمل جبهة معارضة فيك تأخذ علي مين حاضر ومين مش حاضر ومين إجا ومين ما إجا هذا حقك بس أنا داعي لمؤتمر بده يجي أهلا وسهلا والما بده يجي عزره معه لذلك صار في عملية تشويش مقصودة من قبل بعض يعني بعض مين من قبل بعض المعارضة لا إيه بالآخر أوكي بمعزل عن أحجامهم وأشخاصهم وما كامل احترام لكل الناس أوكي إنه نحن عاملين مؤتمر خير بتحب تجي الدكتور سعيد بيعمل كل مرة مع 10 مؤتمرات بيدعين عليها خي حرين روح حرين لا رسالة وهذا ما بيسوى المؤتمر بهذا التوقيت وليش عم تعملوه بالأشرفية خي شو قلنا معه مطرح ما بده يعملوه وشو قلنا معه بالعنوان فينا نشارك فينا ما نشارك وبالتالي جرب البعض إذا بدك يعمل عملية تشويش من الداخل تشويش ما زبطت فشلت تحت عنوان أنه بعت رسالة وهذا بش وقته خي نحن هلأ مقررين 17-01 بهذا التوقيت وبمرض تحبوا تشاركوا أهلا وسهلا تحبوا تشاركوا الله معكم خلصت هون هلأ الممانعة طبعا يعني عملت عملية مواجهة كبيرة للمؤتمر وشكرتهم للي قاطعوا المؤتمر بس ليش عملت عملية مواجهة كبيرة للممانعة بتعرف كتير منيح شو معنات بهذا التوقيت يركب إذا بدك قوة سياسية محلية مؤمنة بتطبيق القرارات الدولية 17-01 مع توجه دولي لأنه هيدي هي ذاتها لما ركبت بال2005 شلت الجيش السوري بعد عندي سؤال واحد بهذه النقطة قبل ما أعطي أستاذ أنطوان العباءة المطرزة السعودية باليوم الثاني للمؤتمر أو بعد خمسة أيام على المؤتمر يعني خي طبعاً إنه شو يعني كل يعني إنه ما في أحكي على المملكة العربية السعودية بس إنه أنت بتخدها بشكل أنت بشكل شو عم تقول بعد خمسة أيام على المؤتمر وبعد ما حاول البعض يقول إنه خي السنة مش مشاركين والسنة مقاطعين والسنة مش موجودين وما في اتفاق الطائف وما في فمكير إنه طلع السفير المملكة العربية السعودية بعد خمسة أيام على المؤتمر ولحد زيت إذا بدك توقيت الزيارة والعب أتأكد إنه خي العلاقة مع راب مع القوات اللبنانية علاقة ذات طابع استراتيجي. في رسالة سعودية إلى القوى المعارضة الأخرى السنية والدرزية وغيرها. المملكة العربية السعودية على تواصل مع كل القوى السيادية السياسية. عظيم. أستاذ أنطوان. نعم. في بيان مع راب 1701 الجيش إلى الجنوب وضبط الحدود. هذه ثلاث عناوين أساسية. مع أو ضد؟ لا مع. وحضرتك قلت أنت بشو بتصنفني معارضة أو مش معارضة؟ ما لها علاقة يعني 1701 ما هو كل حتى إذا بتحكي مع حزب الله بقول لك أنا معه بده ينفذوا بس كمان الإسرائيلي مش أنا لوحد بدي ينفذوا بالنهاية هو قرار دولي نحن منضغط يتنفذ على الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية يلي هي على فكرة واحدة من أسوأ الحكومات بأخطر المراحل هيدي أسوأ الوزراء بأخطر المراحل شوف كيف عم يعالجوا كل المواضيع تعرف عن شو عم نحكي فإذن كلنا نحن مع 1701 ما في حدا بلبنان ضد ال 1701 واذا حزب الله ضد 1701 بيكون او عم يناور لتنفيذه بيكون هو عم يحط حاله بوجه المجتمع الدولي وهذا ما بيقدر يعمله هي واحد اثنين انا الـ كمان يعني ما بدنا يكون كل شيء نحن معه يسبب مشكل بالاخراج المشكلة بالإخراج يلي اعترضوا على الإخراج حقهم ما حقهم ما بعرف ولا بدي اهتم بهذا الموضوع بس أنا بنفس تقريبا الفترة كان في اجتماع للمطارني والمواردني ببكركي بواحد أيار تحديدا بواحد أيار أنا بدعي كل اليوم المواطنين يقروا البيان مع أنه أمرا بيكون في عنا كتير تعليق نحن على سياسة بكركي وعلى طريقة شغلة وإنما مفصل على كل المشاكل اللبنانية ببلش بعيد العمل بيروح على وزارة التربية وشو عم يصير بوزارة التربية يلي هي إذا بنحكي نحن كدورنا كمسيحيين اليوم هي بالتربية كيف عم تندبح التربية عم تندبح التربية اليوم بلبنان هذا الوزير عم يدبح التربية اليوم بلبنان وما شفنا بعد ولا فريق سيادي عم يحكي عن هذا الموضوع
بيحكي فيه عن 1701، بيحكي فيه عن الحرب بجنوب، بيحكي عن كل هذه المواضيع. اليوم أنا برأيي أكثر، ليك شو كان حلو مثلا المؤتمر لو نعمل برماش، ليش كان حلو؟ بعرف أن الدكتور جعجع في عنده مشاكل أمنية ما بيتنقلوا حقه ولازم ياخد حذره، بس كان يمكن طلع بواسطة الفيديو كول. عم بحكي، عم بعطي مثل شو كان في بعض الرمزيات كتير حلوة نحن اليوم نقدر نشتغل عليها. وهيدي كمان بروح فيها أكتر على دور الكنيسة اليوم ببقاء المسيحيين بالجنوب بالزيارات. نحن لازم نخلي كل المسيحيين اليوم بالجنوب، خاصة على أنه الضغط الإسرائيلي عم يسعر على المناطق عم يأثر على هجرتهم، وهيدا شيء ربما كمان ما يرجعوا طيب بعدين. أستاذ أنطوان، حضرتك عم تحكي كفريق سياسي، أنتم اليوم نواة فريق سياسي، نعم، ما هيك؟ عم تحملوا مسؤولية المشتركة إلى المعارضة وإلى حزب الله. أنتم كفريق سياسي، ناشطين سياسيين، منكم نواب سابقين، ممكن أعضاء سابقين في التيار الوطني الحر، عملتوا نواة، شو هي الخطوات المقبلة إن كان من أجل هذه الجبهة العريضة المسيحية أو جبهة معارضة؟ لا، جبهة لبنانية وطنية. مثل ما قال السيشار، عم نحكي عن مبادئ وطنية وليس مبادئ مسيحية. أنتم عندكم مسؤولية كمان 100%. تفضل. نحن أول شيء مقصرين، عظيم. نحن مقصرين لا، أنه في كتير إشياء كان لازم نعملها قبل ما عملناها، نظراً للظروف ونظراً لطريقة إذا بدك التحالفات اللي كانت قائمة، ونظراً بس نحن كنا مقصرين. أنا بطلع وبنتقد حالي أول شيء، وإنما هلأ عم نشغل على ورقة أكاتر، وهي ورقة أكاتر بدها تضم كتير ناس، يمكن تضم أكبر عدد ممكن معين، مش فقط كرمال الانتخابات النيابية اللي بعدين راح تصير إذا ضل في بلد، وإنما كرمال كمان إنه نشتغل نوع من تحرير الموقف اللبناني ما يضل. لأنه أنا يلي شايفه يلي صار ما بعد قانون الانتخابات الحديث هو عودة الأحزاب المسيحية إلى السلطة وهجرة المسيحيين من لبنان. ربط بين اثنين بعد عندي دقيقة ونص. عودة الأحزاب المسيحية إلى السلطة، أولا الناس هي بتقرر مين بيعبر. دقيقة ونص بس. وإنه الانتخاب هو أفضل إنه الانتخاب انعمل منذ العام 90 إلى اليوم، لأنه هذا إنه الانتخاب أعاد التوازن المساقي الذي كان مفقودا منذ العام 90 عن سابق تصور وتصميم من قبل إرادة الاحتلال السوري، ومن ثم استمرت الأمور بعدها. نحن علينا أن نذهب إلى قوانين انتخابية تعبر عن ما يريد المجتمع اللبناني، وهذا القانون الحنون الحالي يعبر. إيه طبعا. أوكي. وأفضل من يعبر طبعاً. أوكي. هذا القانون هو أفضل من كل القوانين السابقة، وأعاد الاعتبار للمكون المسيحي بتمثيله مع التقسيمات الموجودة. نعم. يعني مع التقسيمات الإدارية الموجودة. أوكي. بشكل موجود فيها، بتقول لي والله بتروح أحسن، ربما يكون أوكي. في أحسن، بس هذا هو الممثل الأساسي. علينا على طول بأي مقاربة وطنية من نعملها نقسم الأمور بشكل واضح. نحن مش مختلفين فقط على وزارة وعلى حقيبة وعلى سلطة وعلى رئاسة، نحن خلافنا حول مشروعين سياسيين، وبالتالي نحن بأول شيء بتحدد شو تموضعك مع هذا المشروع أو مع هذا المشروع. نحن في خلاف مع من يحتل قرار الدولة، يصادر قرار الحرب، يتمسك بسلاحه، يورط اللبنانيين بحروب. أنت بدك تكون مع هي ومع هي، في كون أنت على الحياة أنت حر. أوكي. بس نحن بالنسبة لنا أمام هالمشروع الخطير بدنا نشوف كيف بدنا نواجهه، لأنه إذا ما واجهناه صيب بده ينقض علينا كلنا، مثل ما هلا هذه الحرب اللي عملها 22 قضى علينا كلنا، مثل ما 7 ايار اللي بلشناها بالحلقه فيها قضى على اللبنانيين. وبالتالي هذا حزب قادر ساعه اللي بده يغتالك، وقادر ساعه اللي بده يعمل حرب بوجهك، وقادر ساعه اللي بده يستجلب حروب للبلد. بدك تشوف كيف توقف هذا المشروع التدميري. اوكي. وكل كلها امور مهمه. شكرا لك. كلمه صغيره وهي نحكي بعد 3 اشهر بس في تسويه بالمنطقه، اذا صار في تسويه. يلا بنعمل حلقه مشتركه اذا صار في تسويه. اذا صار في تسويه. شكرا لك المحامي أنطوان نصر الله الناشط السياسي، وشارل جابور رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانيه. مشاهدينا تحت الحلقه، تابعونا في حلقات لاحقه. الى اللقاء.